الأمس القريب، نسأل الله السلامة والعافية، أقدام وزير خارجية الصهاينة، هذه الأقدام النجسة تحط في الخرطوم أرض اللاءات الثلاثة، الأرض التي انطلقت منها لا صلح ولا تفاوض ولا استسلام، هذه الأرض التي عاش أهلها وعاش قادتها وهم لفلسطين داعمون ولجهاد أهلها مؤيدون، الآن يأتي بعض الخونة نسأل الله العافية من أجل أن يضيعوا هذا التاريخ كله. لكن الآن إن شاء الله تنطلق خطبة الجمعة في مساجد السودان كلها تدعو على من فعل ذلك، لأن هذه عقيدة عندنا، قضية فلسطين ليست قضية سياسية، ليست مسألة خاضعة للحسابات الشخصية، وإنما هي قضية إيمان، قضية دين، قضية عقيدة. وبكل بساطة نقول للناس إن قوما نقضوا العهد مع خير البشر صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يفوا لغيره أبدا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالسم، مرة بالسحر، مرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا ليغتالوه، هؤلاء ما يمكن أن يسالموا مسلما أبدا. هذا الذي يضع يده في أيديهم إما أن يكون في إسلامه دخن، وإما أن يكون في سلوك أولئك أمر آخر.